مشكلة. خلينا نروح نتابع أخبار النادي الأهلي والفرق المختلفة زي ما احنا متعودين. ورستنا هنا أبو القاسم من مقر نادي الأهلي بالجزيرة. يا هنا صباح الخير عليكي وسامعينك أنا وكريم، اتفضلي. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. خلونا في البداية نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. طبعا الفريق مستمر في الراحة السلبية اللي كان منحها الجهاز الفني بقيادة مستر بيتسو موسيماني بعد طبعا انتهاء مباراة إمبي واللي انتهت لصالح النادي الأهلي بنتيجة 2-1. الفريق هيستأنف تدريباته غدا، التجمع هيكون الساعة 4:30 والمران هيبدأ الساعة 5:30، ونبدأ بقى الاستعداد إن شاء الله لمباراة فاينل دوري أبطال أفريقيا اللي هتكون أمام الوداد المغربي. يعني طبعا رجال النادي الأهلي دايما حقيقة بيظهروا في المباريات الكبيرة، بنتمنى لهم كل التوفيق وإن شاء الله يتوجوا ببطولة دوري أبطال أفريقيا للسنة الثالثة على التوالي. على الجانب الآخر بقى اللاعبين المصابين طبعا امبارح استأنفوا تدريباتهم التأهيلية، النهاردة كمان هيواصلوا التأهيل استعدادا للمرحلة القادمة. يعني طبعا بنتمنى لهم الشفاء العاجل ان شاء الله. كمان عندنا امال كبيرة جدا ان هم يقدروا يلحقوا بمباراة الفاينل ويدعموا صفوف الفريق. كمان ناشئين 2006 توجوا ببطولة الجمهورية، ده طبعا بعد فوزهم على فريق وادي دجلة بثلاثية نظيفة. الحقيقة ان هم عملوا مباراة كبيرة جدا، قدروا يحرزوا 3 أهداف، كانوا مسيطرين طوال المباراة. يعني أحرز الهدف الأول اللاعب محمد رضا، الهدف الثاني اللاعب يوسف إسلام، والهدف الثالث اللاعب إبراهيم عادل، عشان بقى يرفعوا نقاطهم ل 73 نقطة ويتوجوا ببطولة الجمهورية للموسم الثاني على التوالي. يعني طبعا ببارك لهم وبتمنى لهم مزيد من التألق. يعني دي أخبار كرة القدم. خلونا بقى نروح للألعاب الأخرى ونبدأ من كرة الطايرة. سيدات كرة الطايرة طبعا امبارح فازوا على فريق واك الغاني في بقى افتتاحية بطولة الأندية الأفريقية. حقيقة هم عملوا مباراة كبيرة جدا، قدروا يعملوا كامباك. يعني فريق الواك كان تقدم في الشوط الأول بنتيجة 25-23، لكن فتيات الذهب قدروا يعدلوا النتيجة ويفوزوا في الشوط الثاني بنتيجة 25-11، الشوط الثالث بنتيجة 25-9، والشوط الرابع والأخير بنتيجة 25-11، عشان بقى يفوزوا في المباراة الأولى بنتيجة 3-1. كمان يعني طبعا مجموعة النادي الأهلي هي مجموعة الرابعة، بتضم طبعا النادي الأهلي، الواك الغاني، الجمارك النيجيري، والأنابيب الكيني. كمان خلوني أقول لحضراتكم مباريات النادي الأهلي. طبعا أمس كانت المباراة الأولى زي ما قلت أمام الواك الغاني، النهاردة هيكون عندهم المباراة الثانية أمام فريق الجمارك النيجيري، وغدا هتكون المباراة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات أمام فريق الأنابيب الكيني. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله، كمان يتوجوا بالبطولة زي ما فريق الماسترز عملوها في النادي الأهلي، إن شاء الله كمان فريق فتيات الذهب يحققوا البطولة الأفريقية. أخيرا بقى نروح للعبة تنس الطاولة. النهاردة رجال تنس الطاولة هيواصلوا تدريباتهم، هيكون عندهم تدريب الساعة 7 مساء استعدادا بقى طبعا للدورة المجمعة الثانية في بطولة الدوري، هتكون منافساتها من يوم 30/5 حتى يوم 1/6. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. خلوني أفكر حضراتكم أنه رجال تنس الطاولة حققوا العلامة الكاملة والفوز في جميع المباريات في الدورة المجمعة الأولى، إن شاء الله كمان يقدروا يفوزوا في جميع المباريات في الدورة المجمعة الثانية ويفوزوا كمان ببطولة الدوري. يعني أنا هوندو يا كريم، دي كانت أبرز أخبار الفرق الرياضية المختلفة من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، والآن العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. شكرا جدا على التغطية المتميزة منك، أنا شكرا لك.